شو بقول لك ابو الجواسر؟ وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقة انا لا ماليش في دول، ومليش في الدمع لا لا لا، ولا في الناس الشقيانة، وان اللي في قلبه حاجة اول باول يقول حر. انا فيديو تبعي. مرحبا جميعا، جاسر مصطفى اكيد مش رامي عياش وجي توكس وظفك. بدنا نوظفك، يعني بدنا نوظفك، حتشتغل ويلا نبلش. تعرف شو اكثر اشي بحبه يا اخوان في حالي؟ اصراري على موهبتي. يعني انا الفيديوهات اللي يطلع فيها صوتي وانا بغني هاي بتحس ايش؟ وجدت نفسي، انا زلمة بلاقي حالي في الغنى، ما حد داخل تشوف وظائف فتوكلش راسك. شوف يا سيدي العزيز، اليوم انا بدي احكي لك هيك شوية وظائف، وان شاء الله ان بتكون واحدة منهم من نصيبك. يس، تسألني اذا لبناني؟ لا يا خي، مني لبناني، بس انا وقت اللي كنا صغار بيجا بالندش، وكنا على طول عم نشوف محطة ال بي سي امنا القطنا لك نهاية. شوف يا معلم، هحط لك على السكرين هلا وظائف، وهاي الوظائف يا سيدي العزيز في الدوحة في قطر، one of the leading offshore epic companies in Doha قطر is looking for the following positions. ايوه، طب وين اقدم؟ دقيقة اشوف، انا حط لك وين تقدم هون. والله انا ما بدي افاجئك بس هذه الشركة اللي انشور وافشور طالبة بروجكت مانجر ميكانيكال، وطالبة بروجكت مانجر شكله اي اند اي، انا مش عارف شو الاي اند اي، بس انسترومنتيشن كنترول. ايوه، هو بيحكي لك يا سيدي العزيز كونستراكشن مانجر وسينيور مارين كوردينيتر وسينيور بلاننج انجينير وكيو اي كيو سي انجينير اي اند اي. لا، وايش الحلو في الموضوع؟ اني انا مش جايب اللينك اللي انت بتقدم عليه ولا الايميل اللي حتبعت له، فبس افتح نفسك على الوضع. طيب شوف يا معلم، عشان اقول لك كيف تقدم، بس هاي افتاء من عندي، هاي اسمها الواحة للوظائف، فبتدور على شركة الواحة للوظائف اونلاين وتبعتلها. سوري، شو اسوي لكم؟ هذه الوظيفة انا جايب لك كيف تقدم، بيحكي لك التايم سنتر يا معلم. شو طالبين؟ طالبين اي كوميرس مانجر. اي يعني اي بالانجلش، مش اي يعني اي to join our team. You can always supply شو supply؟ تفكر حالك في الموقع. You can always apply from the link below. واللينك below اللي هو مش محطوط below في الفيديو هو timecenter.job. تروح على الكاريرز اللي في تايم سنتر، راح تلاقي المطلوب اي كوميرس مانجر. وبعديها يا معلم شو بقول لك؟ بقول لك تايم سنتر طالبين ايش كمان غير الاي كوميرس بقى قبل شوي؟ طالبين جرافيكس ديزاينر يا كبير. وبيحكي لك الجوب بريف اللي انتم شايفينه على السكرين، لانه مش عبالي اقراه صراحه. وبيحكي لك requirements and skills، بدهم اقل شيء يكون 5 years of experience او of experience in graphic design preferably in an advertising agency، فواضح انهم بدهم اياك تشتغل في الاعلانات. excellent IT skills especially with design and photo editing software، يعني طالب graphic designer يعني بعرض البسس. طيب وبيحكي لك كمان بدهم اياه يكون excellent creativity and innovation، بدهم اياك مبدع عندك خيال. بدهم excellent management and organizational skills works well under pressure، كنت تشتغل منيح تحت الضغط، وانا بنصح انك تدير بالك من هاي الجملة. و excellent حكيناها an understanding of the latest trends and their role within a commercial environment. والويب سايت اللي هو timecenter.job، تروح على الكاريرز وبتقدم على graphic is designer. اخ يا قلبي، الاشي اللي بدي الفت انتباهكم عليه يا شباب، ملاحظين انه معظم الوظائف اللي انا بحط لكم اياها ما حدا بيكون حاطط انه هو
لازم تكون فلوينس ان انجلش ويكون الانجلش تبعك اسفح حدا في الكوكب، وكمان تكون الاكسنت تبعك من قلب امريكا، تكون من قلب عشائر امريكا او من بريطانيا، تكون من قلب اليوكي. ما حدا بيطلب هذا الحكي الا في الوظائف التي تتطلب انك تحكي انجلش. وباي ذا واي في وظائف كثيره حتى اللي حطت لك في دوله قطر كمان مش مطلوب فيها انك انت تكون تحكي انجلش. فهذا يبرهن على رايي في انه الانجلش مش اهم شيء في الكوكب، ولن تنتهي الحياه بانتهاء لغتك الانجليزي او بضعف لغتك الانجليزي. سو باي اتنشن لسكيلز انت محتاجها عن جد في شغلك. اللي بعده يا معلم، وظائف شاغره في الهندسه الصناعيه والهندسه الكيميائيه وحديث التخرج. We are looking for sales representative with the following requirements. هتحكي لي طب كيف الانجليش مش مهم هيك بتقرا لنا الاعلان بالانجليزي؟ يا حبيبي احمل الاعلان وروح ترجمه على جوجل عادي. ومره مره ليه بحكي الانجليش مش مهم؟ مش ما تروح تعلم انجليزي، لا تعلم انجليزي اللي يمشيك في الحياه واللي يخليك تقدر تتعلم وتفهم الاطراف شو عم تحكي وانك انت تقدر توصل معلوماتك. طب هيك بتحكي لنا تعلم انجليش، اه بس ما تكون مهمتك في الحياه تكون سفاح انجليش بروفيشنال انجليش وظابط الكلمات، وانا نص الكلمات اللي بعرفها واللي بستخدمها بعرفش احكيها شو هي. المهم وبحكي لك تعلم بالحد الادنى الانجليش اللي مطلوب منك ومشيك في الحياه، لانه باي براكتسنج اصلا بالشغل او باي مكان فانت راح تتعلم الانجليش راح تمشي امورك وتصير زي اللوز. المهم بحكي لك the following requirements: بكالوريوس ديجري ان اندستريال انجينيرينج او كيميكال انجينيرينج او كيمستري. اه باي ذا واي، اذا حكيت له كيمستري او حكيت له كيمستري ما راح يزعل منك، واذا حكيت له كيميكال او حكيت له كيميكال ما راح يزعل منك عادي. اعتبر حالك انت من عشائر الجنوب في اي مكان في الكوكب. وبدهم اياه يكون فريش جراديويت، واذا حكيت له جراديويت ما راح يزعل منك. وبدهم اياه اكسلنت كوميونيكيشن سكيلز، وبدهم اذا حكيت له سكيلز عادي. على فكره انا ليت اللي صرت احكي سكيلز لانه ما بش عارف هيك لسان الحال صار يجيب. بدهم اياه ايبل تو ورك اندر بريشر، اكل زفت مال، اند تيم بلاير، راح تقضيها تيم بلاير وتحت البريشر طول عمرك. Fluent speaking and writing in English and Arabic. Fluent speaking and writing in English and Arabic. جابوني كتاب. هذه الوظيفة تحديدا طالب منك انك انت تكون fluent speaking بالانجليش وبالعربي. هلا بنحكي في الموضوع. بحكي لك سند السي في تبعك على zaid@albihar.com. هلا هاي الوظيفة تحديدا طالب منك انك تكون fresh graduate، طالب يكون انك انت engineering educational background، وطالب منك انك انت تكون fluent بالانجليش والعربي. هاي من الوظائف اللي طالبين انك انت تكون fluent في الانجليش. سو بدهم اياك تعرف تحكي انجليزي. وfluent برضو does not mean مثلا انك انت تعتبر حدا fluent بالانجليش، عادي بحكي انجليش وبطلاقة تمام. فالمهم انك انت ما تقضيها اي ام جاسر ويعني لا تعرف تحكي اي ام جاسر مصطفى، اي ام ان اركتكتشرال انجينير، اند هاف سبنت لايك 5 اور 4 ييرز اوف ماي وركينج اكسبيرينس ان ذا بيم فيلد، ان ذا تايم بينج اي ام وركينج ان 7 دايمنشنز لوكيتد ان دوحه قطر، اند اي ام ان اكزيكتيف مانجر managing the process of handling projects with a mega BIM scope. These projects are basically located in Doha, Qatar. Mainly we are working for the projects under Ashghal, under Qatar University, under Qatar Foundation, Qatifan Island, and let's say that we are usually a sub-consultant for the main contractors that are awarded the project. هيك انا اكون يعني زلمة سفاح انجلش، مع انه يمكن اكون انا ما بعرف اذا حكيت غلط ولا حكيت صح صراحة. ما بعرف قديش صحة الجمل اللي حكيتها وقديش خطأها، لكن هي جمل صحيحة توصل معنا. اي ثينك اي حدا بيسمع عليك هذا الحكي راح يفهم عليك شو بتحكي. لا اكسنت امريكان ولا اكسنت بريتش ولا اكسنت ايجيبشن ولا اكسنت من المغرب العربي، عادي. I am my own tongue، يعني أنا مشي حالي بحالي. Let's go to the next. مطلوب في الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والإلكترونيات والكهربائيات تعلن أكاديمية ريادية عن حاجتها للمدربين في مجالات هندسية التالية، يعني مش consultant ولا contractor، هم عبارة عن I think educational institute زي ما هو عم بيحكي. بدهم إياهم مدربين في الهندسة المدنية والإنشائية، المعمارية، الميكانيك، الإلكترونيات، الكهرباء، عيدها مرة تانية، على من يجدد نفسه المهارات اللازمة للتدريب في المجالات التالية. ما بعرف كثير جنرك الإعلان، بس إذا أنت زلمة بتدرب فبيحكي لك روح على facebook.com/lana. ايش هاي؟
لانا هيومن ديفلوبمنت، لانا هيومن ديفلوبمنت، وراح تلاقي هناك تروح تقدم على الوظيفه هاي. تعبت. طيب نيكست بيحكي لك الى ابنائنا هام وعاجل اللي راغبين التسجيل في المنظمات الالمانيه للتشغيل على نظام المياومه 17 دينار في اليوم، فهو في الاردن، بلس وجبه غداء، بلس مواصلات مؤمنه الى مكان العمل في مناطق اربد وكافه مناطق اربد كافه ومناطق المفرق، هذول المدن في الاردن. 17 دينار في اليوم، بالله لو حسبناها. اي والله عراس الشباب، هلا المهندسين والله لا يصيروا عيطوا. 17 ضرب 30 510 دينار بلس وجبه غدا، قول 3 دنانير يعني 90 دينار في اليوم، 90 دينار في الشهر، انت قاعد تحكي لك عن 600 دينار يا معلم. للمياومة لا مين للمنظمات الألمانية. I think كلا نص المهندسين في الأردن رح يروحوا يقدموا، والله الوضع الله يعين الشباب في الأردن. أرجع إرسال اسم كامل مع مكان السكن ورقم الهاتف المطلوب، ذكور وإناث من عمر 18 ل 45 سنة، مش محددين إيش إذا في عندهم مثلا إشي مؤهلات أكاديمية مطلوبة. ملاحظة فترة التشغيل 40 يوم فقط لا غير، مش دائم الموضوع. والتواصل على الرقم 079-120-1400، فهذا التشغيل للناس الموجودين في الأردن. وملاحظة الرقم يعمل فقط من 8 صباحا حتى الثالثة مساء من يوم الأحد وإلى الخميس، يعني توكلوش راسنا يا شباب. Next SSA Recruitment Middle ايست، وبيحكي لك ناو هايرينج ليد اركتكت، وين؟ في الرياض. وين؟ في السعودية. ذا سالري از 25000 ل 30000 ريال سعودي، ما بعرف مدى دقة الرقم وصحته. اند ديبندنت اون اكسبيرينس، ويعتمد على الخبرة. كانديديتس ماست هاف ا مينيمم اوف 15 تو 20 ييرز ريزونبل، خليني احكي سالري، I think ما أعرف يمكن أكثر لازم يكون of experience and be degree qualified, previous experience working as a senior architect with a firm and is necessary as well as with an international or reputable consultancy in UAE or KSA. Contact لي أو لي I don't know كيف تنقرأ at ssaltd.com. بس خلص هيك خلصنا الإعلان، فالتفاصيل موجودة عندكم. طيب نرجع يا معلم للجرافيك ديزاينرز، locally based candidates only في دوحة or قطر، جورج تاون يونيفرسيتي ان قطر. شو بتوظف؟ جرافيك ديزاينر. ايش based او locally based people، ناس اللي عايشين في دولة قطر، بتقدر تقدم على هذه الوظيفة. وجوب ديسكريبشن زي ما هو موجود عندكم على السكرين مع الريسبونسابيلتيز، ما حقراهم كتير طوال. كواليفيكيشن زي ما انتم شايفين، بدهم باتشلورز ديجري ان جرافيك ديزاين اور فيجوال كوميونيكيشنز اور كومبينيشن اوف تريننج اند ريليفنت ورك اكسبيرينس ات ليست 6 مانث اوف 6 شهور خبرة. اني لو قاعد في الدار بجيبهم 6 شهور خبره. ما علينا، بتقدروا تطلعوا على كل هدول المطالب. وبيحكي لك in order to be considered for this position candidates should submit their resume, cover letter and digital portfolio PDF or web URL both accepted. The review of applicants will begin February 2 and will continue until the role is filled. Job details full-time higher education design or creative and marketing function. وهيك بوصل للمكان اللي راح اقول لك فيه كالعادة، انزل لي تحت واعمل لايك وشير وسبسكرايب، انيبل النوتيفيكيشن بيل، واكيد اذا هذول الوظائف تنطبق عليك او اذا هذول المتطلبات تنطبق عليك فتروح تقدم عليهم زي الطلق. احنا هيك في الاردن بنحكي احنا حرين، زي الطلق يعني بسرعة. زي الطلق. ف إذا ما بينطبقوا عليك أنت صرت تعرف شو بدك تعمل في كل فيديو من الفيديوهات اللي أنت عم تحضرهم على الشانل، تمسكهم زي هيك تبعتهم لأصحابك اللي ممكن يستفيدوا من هاي الفيديوز، بتحكي لهم 100% بسلم عليكم أبو الجواسر، وقدموا لهاي الوظائف، روحوا على الفيديو واعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانيبل النوتيفيكيشن بيل، وسلام.